مكعب طول حرفه 2، وضع فيه مكعب طول حرف 1، ما الحجم المتبقي في المكعب الأول يا جماعة؟ هات حجم ده وهات حجم ده، الأولاني 2 يا جماعة، يبقى 2 في 2 في 2 بيساوي 8. طب التاني كام؟ حرف 1، يعني 1 في 1 في 1 بيساوي 1. الفرق بينهم إيه؟ 8 ناقص 1 ب7. الحل عندك 7.